الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الأحبة في الله ونحن نتحدث عن مبادئ وأركان وأصول هذا الدين نواصل الحديث اليوم عن الركن الخامس من أركان الإسلام ألا وهو الحج حج بيت الله الحرام أما الحج فهو فرض على كل مسلم قادر عليه والدليل على ذلك ما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن كفر قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في معنى ومن كفر من زعم أنه ليس بفرض عليه من زعم أنه ليس بفرض عليه وقد أجمعت الأمة على أن الحج ركن من أركان الإسلام ومن أنكر فرضية الحج فهو كافر ثم نعود ونقول ومن كفر فإن الله غني عن العالمين يعني إن الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية ألا ترون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق ألا ترون أن الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض فالله سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى أن نعبده وإنما نحن نحتاج إلى أن نعبد الله جل وعلا الله جل وعلا حينما يرى منا الخضوع حينما يرى منا الطاعة يحبنا الله سبحانه وتعالى فحينما نعبد الله جل وعلا نعمل ذلك نقوم بتلك العبادات لأنها تنفعنا نحن وتقربنا إلى الله جل وعلا فالذي يتقرب إلى الله جل وعلا يحبه الله تبارك وتعالى ومن أحبه الله سبحانه وتعالى هل سيعذبه في نار جهنم؟ إذن علينا أن نفقه هذا الأمر جيدا أننا نعبد الله جل وعلا لأننا نحن المستفيدون بل إذا نظرنا إلى ذلك الحديث القدسي يقول الله جل وعلا ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه إلى آخر الحديث إذن نحن نعبد الله جل وعلا حتى نتقرب إليه وحتى يحبنا الله سبحانه وتعالى وكذلك من الأدلة التي تدل على فرضية الحج وعلى أن الحج ركن من أركان الإسلام حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك عندنا دليل في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في يوم من الأيام فقال: يا أيها الناس، قد كتب الله عليكم الحج، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقام رجل، وفي بعض الروايات أن هذا الرجل هو الأقرع ابن حابس رضي الله عنه وأرضاه، فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد كلامه، يعني قال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقام، يعني ذلك الرجل، مرة أخرى وقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حينما أعاد كلامه في المرة الثالثة وكذلك الرجل أعاد سؤاله في المرة الثالثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، يعني إذا أمرتكم بشيء، إذا طلبت منكم حاجة فلا تسألوا عن التفاصيل، قد أتيتكم بأمر من الله جل وعلا، انتهى الأمر، نفذوا. الله جل وعلا هو الذي يأمر ونحن ننفذ. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. الحديث هذا فيه دروس كثيرة جدا، ولعلنا نكتفي بما ذكرناه، أنه إذا جاءنا أمر من الله جل وعلا فلا يليق بنا أن نستفصل، يعني الأمر واضح، الله جل وعلا أمرنا بالصلاة مثلا، طبعا نحن نريد أن نعرف كيف نصلي، فننظر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد ذلك لا نأتي ونستفصل لماذا اختار الله جل وعلا هذه الأوقات، ولماذا جعل الله جل وعلا صلاة الفجر ركعتين وصلاة المغرب ثلاث ركعات وبقية الصلوات أربع ركعات وإلى آخره، ولماذا أمرنا أن نركع قبل أن نسجد على سبيل المثال؟ إذا نترك الأمر كما هو. إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. إذن نستطيع أن نقول إن الحج ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائض الإسلام العظيم، ويجب على كل من هو قادر على الحج، ويكفر من ينكر وجوب الحج. هذا هو الحكم. As we speak about the basics and the foundations of Islam, today we want to speak about the Hajj. Of course, in brief, as far as the Hajj is concerned, then what is important for us to know that Hajj is an obligation upon every Muslim who is capable of performing the Hajj.
And the evidence for that is in the book of Allah Jalla wa Ala, Al-Qur'an, and in the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. As for the Qur'an, then we mention the ayah in which Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Basically what that ayah means is that due to Allah, in other words, we owe Allah, due to Allah from the people is the pilgrimage to the house for those who are capable of doing so. And whoever denies it, whoever disbelieves in it, then Allah subhanahu wa ta'ala is not in need of any of the worlds. وَمَنْ كَفَرَ means whoever denies it or whoever disbelieves. This is why Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma said that what this means, وَمَنْ كَفَرَ is whoever denies that the Hajj is an obligation upon them. And here we have to understand something. And it is the fact that as far as obedience to Allah Jalla wa Ala is concerned, know and rest assured that Allah does not benefit from our obedience to Him. Nor is Allah subhanahu wa ta'ala harmed by our disobedience towards Him. When we worship Allah Jalla wa Ala, we are the ones who benefit. Allah has no need for us to worship Him. He subhanahu wa ta'ala is the creator. He owns all things. Allah subhanahu wa ta'ala has no need for us, but we need Allah subhanahu wa ta'ala. When we worship Allah subhanahu wa ta'ala, this is a sign that we are acknowledging who He is subhanahu wa ta'ala, that we are His servants and His slaves, and He is our master. When we worship Allah subhanahu wa ta'ala, we do so because we want to gain closeness to Him. And remember, a person who gains closeness to Allah, one who comes close to Allah, and Allah loves that individual, do you think that He will punish them in the hellfire? Of course not. Therefore, you and I, our goal is to worship Allah because it benefits us. And if we do not worship Allah as He commanded, then we are the ones who are harmed. As for Allah subhanahu wa ta'ala, no act of worship benefits Him, and no act of disobedience harms Him subhanahu wa ta'ala. And we find in that hadith, what we know as al-hadith al-Qudsi, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam relates from Allah azza wa jalla that he said, that no one draws near to me with anything more dear and more beloved to me than that which I have made an obligation upon him, until the end of the hadith. So once again, in the hadith we find that as we worship Allah, when we carry out our salah and so on and so forth, then it is Allah, then it is us growing close to Allah subhanahu wa ta'ala. And the closer we come to Allah subhanahu wa ta'ala, the more He tabaraka wa ta'ala will love us. So the bottom line again is that Allah doesn't benefit from us being obedient to Him, and He is not harmed from us being disobedient to Him. But rather it is us who benefit from obedience to Allah, and us who are harmed by disobedience towards Allah subhanahu wa ta'ala. We also have evidence that the Hajj is a pillar from the pillars of Islam, from that famous hadith of Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, in which he says that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Islam is built upon five, that is five foundations or five pillars, and he mentioned amongst them, وَحَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, that is for us to do the pilgrimage to the house of Allah in Mecca, of course, for those who are capable of doing so. Then we also have that hadith of Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, as found in Sahih Muslim, in which Abu Hurairah radiallahu, at least the hadith of Abu Hurairah, sorry, in which Abu Hurairah radiallahu anhu arda says that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam addressed them on one occasion. And he said to them, indeed Allah has made an obligation upon you, or has made it incumbent upon you to perform the Hajj, so perform the Hajj. Then a man from amongst them stood up and he said, O Messenger of Allah, is that to be done every single year?
And in some of the narrations, we find that this man was Al-Aqra' ibn Habis radiyallahu anhu wa ardaah. So he says, is this to be done every year? And in response to that, or the Prophet alayhi salatu wasalam remained silent. And he repeated what he said at the beginning a second time, and the man repeated his question the second time. And it happened yet a third time. After the third time, the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, had I said yes, then it would have become obligatory upon you. But you would not have been able to accomplish it. You would not be able to do it every year. Then he said, sallallahu alayhi wasallam, leave things be. When I command you with something, don't ask details about it. Let things be. For indeed the nations before you were destroyed because of the fact that they used to ask too many questions and because they used to differ with their prophets. Then he said, sallallahu alayhi wasallam, when I order you to do something, do your best, do your utmost to fulfill that obligation. And when I prohibit something for you, then leave it. ولاحظوا هنا كما قلت الدروس كثيرة لاحظوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه لم يقل فدعوا ما استطعتم أن تدعوه لننتبه لمثل هذا الكلام. And notice that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, when I order you to do something, then do it to the best of your ability. And bend over backwards, do whatever you can of what you have been commanded and ordered. But when he said, when I forbid you from something, leave it, he didn't say, leave what you can of it. He said, leave it, abandon it, stay far away from it. And I want that we don't forget these words of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. على كل حال ونحن نتكلم عن الحج يسأل البعض هل يجب علي أن أحج على الفور أم يجوز لي أن أؤخر الحج والجواب قولان للعلماء هناك من قال أن الحج أو إن الحج يجب على الفور وهناك من قال إن الحج يجب ولكن على التراخي وأصح القولين والعلم عند الله أن الحج يجب على الفور فإذا كان الإنسان قادرا على أداء الحج فيجب عليه أن يحج انظروا إلى ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه تعجلوا الحج يعني الفريضة تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له اليوم يكون الإنسان صحيح البدن اليوم يكون الإنسان بفضل رب العالمين قادرا بالمال الإنسان يكون قادرا على أداء الحج ولكن هل يدري إذا أخر الحج إلى العام القادم على سبيل المثال هل سيكون صحيح البدن؟ هل سيكون على قيد الحياة أصلاً؟ وهل سيبقى عنده هذا المال حتى يحج؟ إذن من كان قادراً على الحج فلا ينبغي له أن يؤخره وإلا سيحاسب بين يدي رب العالمين. The next point we want to look at is the question that arises, do I have to perform the Hajj immediately if I'm capable, or is it okay for me to delay? Because some people want to do the Hajj in a certain year, for whatever reason. There are two opinions among the scholars, of course, one being that it is compulsory immediately when a person is capable, and the other is that a person may delay the Hajj. And the more correct of the two views, and Allah knows best, is that when a person becomes capable to perform the Hajj, in other words, they have sufficient wealth and they are healthy enough and so on and so forth, then they must perform the Hajj that year and they may not delay it. This is the more correct opinion. And then we look to the hadith
which was reported by an Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, in which the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, be quick, hasten in performing the Hajj, that is, the Hajj which is a fard. Hasten in performing the Hajj, for one of you does not know what lies ahead of him. Think about it carefully. Today, alhamdulillah, we may be healthy, and we may possess sufficient funds to perform the Hajj. But if we were to delay it, does any one of us have a guarantee that, number one, we're going to be alive to the next year even, or to the year that we're planning to do the Hajj in? Do we have any guarantee that we will remain healthy? Do we have any guarantee that the wealth that we have will still be sufficient? We cannot guarantee any of that. So therefore, it is not appropriate, it is not proper for a Muslim who is capable of performing the Hajj to delay it unnecessarily. وَسُؤَالٌ آخَرٌ وَسُؤَالُ الْآخَرُ هُوَ مَا الْحِكْمَةُ مِنْ فَرْضِيَةِ الْحَجِّ. Another question that arises is, what is the wisdom behind the Hajj being an obligation? وَأَقُولُ هُنَا مَا قُلْتُهُ فِي جَمِيعِ الْوَاجِبَاتِ وَالْفَرَائِضِ. أَوَّلًا يَجِبُ عَلَيْنَا أَن نَسْتَسْلِمُ إِذَا أَمَرَنَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى أَوْ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرٍ فَعَلَيْنَا أَن نَقُولَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا فَهِمْنَا الْحِكْمَةَ أَمْ لَمْ نَفْهَمْهَا هَذَا هُوَ الْإِيمَانِ. ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا ظَهَرَتْ لَنَا بَعْضُ الْحِكَمْ فَلَا بَأْسِ وهذه تعيننا على تقوية الإيمان وزيادة الإيمان. أما أصل الإيمان أن نقول سمعنا وأطعنا وألا نسأل لماذا، كما يفعل البعض، لماذا يأمرني ربي أن أحج؟ لا يجوز، لا يجوزني البتة أن نقول مثل هذا الكلام. المؤمن يقول سمعنا وأطعنا، الله أمرني إذن سأقوم بهذا العمل. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله جل وعلا لا يسأل، نحن المسؤولون. When it comes to the hikmah or the wisdom behind the Hajj, I'm going to say what I said for all of the other obligations, and that is, when Allah and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam order us to do something, it is not for us to ask why. The wisdom may be apparent, it may be hidden. Some things may be apparent, some things may be hidden. What is incumbent upon the Muslim, the believer, to do is, when we hear Allah has ordered, His Messenger sallallahu alayhi wa sallam has commanded, it is for us to say, we have heard and we have obeyed. This is what we call complete submission. It is not for us to say, but why? I'm not saying we cannot ask, are there some wisdoms that are apparent? We can ask that, that is fine. I'm saying to you, the initial response has to be, I have heard and I have obeyed. It is not becoming of a Muslim to say, why does Allah want me to do this Hajj? Why did He choose Makkah? What? No. This is an order and a command from Allah. It is for us to submit completely and wholeheartedly without having any sort of reservation. Allah orders and commands, we have to fulfill those obligations that we have towards Allah subhanahu wa ta'ala without asking questions. وَكَمَا قُلْتْ لَا بَأْسْ إِذَا عَرَفْنَا بَعْضَ الْحِكَمْ سَوَاءً كَانَ بِاسْتِنْبَاطِ الْعُلَمَاءِ أو شيء ذكره الله سبحانه وتعالى. أما الحكمة من الحج فهي الحكمة نفسها التي من أجلها شرعت جميع العبادات. So the hikmah or the wisdom behind Hajj is the same as the wisdom behind all the acts of worship. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم
لعلكم تتقون. هذه هي الإجابة لجميع العبادات. So the first wisdom is the same as for all the other acts of worship. Allah subhanahu wa ta'ala addresses us, addresses all of humankind. Ya ayyuha nas. The meaning of the ayah is, worship your Lord, who has created you and those before you. وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Why? For what purpose? So that you may attain التَّقْوَى or righteousness and piety. So that you may become God-fearing. This is the hikmah or the wisdom behind every act of worship. Allah subhanahu wa ta'ala wants us to purify our souls. وَهُنَاكَ حِكَمْ أُخْرَى أَيْضًا مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى شَرَعَ الْحَجَّ رَحْمَةً لِعِبَادِهِ رَحْمَةً لَنَا وَمَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِمْ يعني لِذُنُوبِنَا جَمِيعًا. Another of those hikam or wisdoms for which the Hajj has been made an obligation is that Allah is showing mercy towards His slaves, towards us. He wants to forgive us our sins. لذلك نجد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. This is why the Prophet صلى الله عليه وسلم says whoever does the Hajj, performs the Hajj, and in that Hajj they are not lewd, and in that Hajj they do not commit evil deeds, that individual will return home as the day their mother gave birth to them. That is free of sin. مَغْفِرَةً لِلذُّنُوبِ. وَكَذَلِكَ مِنَ الْحِكَمِ تَحْقِيقُ الْعُبُودِيَّةِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَى. And from those wisdoms is that we fulfill or that we realize servitude to Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا أمر عظيم حقيقة. يعني انظروا إلى الحج. يعني ليس الحج مجرد حركات نقوم بها. وإنما الحج فيه من الأعمال يعلمها الله سبحانه وتعالى. أنها قد تكون صعبة على الإنسان أن يقبلها. ولكن فيه تحقيق العبودية لله جل وعلا. في الحج يظهر الاستسلام لله جل وعلا. فانظروا حينما نريد أن نحج وإذا خرجنا من بيوتنا ندخل في الإحرام من مكان ما من مكان محدد وهذا المكان يختلف لكل الأمصار. إذا كنت ذاهبا إلى الحج من هذه الديار فميقاتك مكان معين وهذا يختلف عن شخص يقدم إلى الحج من بلد آخر ميقاتك غير ميقات الآخر. لماذا؟ نحن لا نسأل نستسلم. حينما نحج نطوف بالبيت ونقبل الحجر هل يعني ذلك أننا نعبد الحجر؟ لا أبدا. لماذا قبلنا الحجر؟ ولماذا نطوف بهذا البيت الذي هو مبنى أو مبني من أحجار؟ ليس عبادة للأحجار. نعظم هذا البيت لتعظيم الله جل وعلا له ولتكريم الله جل وعلا له، ليس عبادة لهذا البيت. لذلك تذكرون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ماذا فعل حينما وقف أمام الحجر الأسود؟ قال إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أو كما قال. And you know in this Hajj our true faith becomes apparent. Just how much do we submit before Allah subhanahu wa ta'ala? Because if you think about all the actions that we do in the Hajj, wow, only Allah knows that some of these may be difficult for people. But when we go and we carry out these acts, we do them because
We have faith that Allah subhanahu wa ta'ala is pleased that we do them. And think about the different things that we do. When we leave for the Hajj, there comes a point at which we have to enter a state known as the state of Ihram, where there are a whole bunch of things that we're not allowed to do, that we were allowed to do just before reaching that point. And that point, or that miqat as we call it, is different for people depending on where they're going from. So our miqat, when we are traveling, is different from the miqat of people traveling from other parts of the world. Why? We submit to Allah Jalla wa Ala. It doesn't matter to us why. He said, we do. When we get to the Hajj, when we get to Makkah, I should say, and we get to the Kaaba, we do the tawaf, we go around the Kaaba, we kiss the black stone. Why? Are we worshipping this house which is made of bricks? Are we worshipping that rock which we, or that stone which we kiss? Absolutely not. The only reason that we do all of these things is because they are from the sha'air, from the symbols of Allah subhanahu wa ta'ala. We show respect to all of these things because Allah subhanahu wa ta'ala has asked us and commanded us to do so. This is why we have to remind ourselves of what Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu arda did when he stood before the black stone. He said, I know that you are nothing more than a stone. Neither can you benefit nor can you bring harm. And had I not seen the messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam kiss you, I also would not kiss you. So it's all about submission. It's all about showing complete and utter submission and obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. So one of the hikam of the Hajj, one of the wisdoms behind the Hajj, is that we show our submission before Him subhanahu wa ta'ala. وَهُنَاكَ أُمُورٌ أُخْرَى تَتَعَلَّقُ بِالْحَجِّ لَيْسَ هَذَا وَقْتُهَا وَلَيْسَ هَذَا مَكَانُهَا الْآنِ أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة، قبل أن أفارقكم اليوم أود أن أذكركم بشيء، والله إنه محبة فيكم، وهو أمر يتعلق بأولادنا. أولادنا مستقبلنا، وأعذروني إذا أكثرت الكلام عن أولادنا لأنهم مستقبلنا. من الأمور التي يجب علي أنا وعليكم أيها الآباء والأمهات أن نهتم بها هو تربية أولادنا على الآداب والأخلاق. والله إني لأحزن حينما أرى في كثير من الأحيان أولادنا يجتمعون وكأنهم حسبنا الله ونعم الوكيل، همج، لا يحترمون كبيرا ولا صغيرا، لا يحترمون شيئا، يقومون بكسر الأشياء ولا يبالون، ويتكلمون مع الكبير كأنه صغير. أهكذا نربي أولادنا؟ وأعذروني إذا كان أولادنا يقومون بهذا الشيء، فهذا يدل على ما يحدث في البيت، هكذا سيقول الناس. فإذا أوصي نفسي وإياكم أن نهتم بتأديب أولادنا. علموهم الاحترام للغير، علموهم الاحترام لكل شيء. لا ينبغي أن يخرج أولادنا ويرى غيرنا، يعني من غير المسلمين، هذه الأخلاق والآداب السيئة من أولادنا. أرجوكم أيها الأخيار أن تهتموا بهذا الجانب من التربية. Before we part company this afternoon, there is a very important message that I would like to get across, and pardon me for always mentioning things about our children, but they are our future, so I have no choice. It is my duty.
And it is a reminder to myself first and then the rest of you. When it comes to raising our children, let us take extra time. And let us make that extra effort to raise them to be respectful, to raise them to have good manners, because it really hurts me when I see on many an occasion our children gathering. Of course, it's nice that we get them together, and we should. But it hurts when we see them as though they are wild animals, running around without paying attention to anything or anyone, destroying things around them and feeling nothing. You and I, we have to raise our children to respect others. When they speak to elders, they have to know how to speak to them. And we have this in the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And an example with the Sahaba, we find that some of them, out of shyness of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, may not have even looked at him, leave alone spoken out of turn. So we have to teach our children what it means to show respect to others and what it means to show respect towards the property of others. So I advise myself and the rest of you to pay extra attention when it comes to this, because we do not want outsiders from the non-Muslims, for example, to look at us and judge us based on what some of our children are doing. ثُمَّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَىٰ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وإمام المرسلين فقد أمركم الله بذلك في كتابه المبين فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا وارحم موتانا يا رب العالمين اللهم ارحمنا وارحم موتى المسلمين أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله